الشوي قدر ولطف شوي امي زينب، انت زينب يا عيشة، بنت يا عيشة، هم راحوا في ايه؟ لا مراتي ولا بنتي في البيت، وابني متصور مع بنات عريانة، صوره متعلقة على الحيطان ومالية الشوارع، ايه اللي بيحصل لك ده تمام؟ الموت أرحم 100 مرة من اللي أنا فيه ده. استغفر الله العظيم يا رب. أنا ما أذنبتش للدرجة دي. طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. ولما طردته عشان ما أغضبكش. انك هنا يا ابن الكلب يا صايع. ولا ولا يا جماعه ولا بيتك ايه بس سعيد شاربين ايه يالا شاربين ايه ايه ده انتوا بتضربوا حقن اه يا صايع ما حصلش ما حصلش ما ده ايه يالا انت يالا يخرب بيوتكم ايه ده كل انتوا بتموتوا نفسكم يا ابني استاذ سعيد سيبه نام شويه وعدي عليه هيكون سيبه نايم ايه؟ انتوا شاربين ايه يالا شاربين ايه؟ ولا حاجه حتى اسال جمال اهو اسال جمال ايه؟ هو بيتحرك؟ واحد يا جمال قسما بالله العظيم لو ما قلت لي شاربين ايه؟ لا سلمكوا في الاسم يضربوا فيكم لغايه ما يبان لكم صح امتى يالا شاربين ايه؟ واخدين طلق طلق؟ في شاي حقن طلق بتنام شويه وبعد كده مفيهاش حاجه حقن طلق يا شمامين يا لمم ايه ايه في يا سعيد حاجة يا بركه الواد جمال ابني ما بينطقش هيضيع مني ولا كمان ولا حاجة يا بركه حاجة على ابن الاخر يا شباب دخلوه على جوه على جوه ما توديه المستشفى اصلا مفيش داعي يا بركه دي دوخه بسيطه على بالك يا حبيبي نايمه على السرير بالراحه 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 متشكرين يا شباب ألف شكر ربنا يخليك يا حبيبي ألف سلام إيه يا اسطى ماله الولد؟ هو في إيه يا اسطى؟ الواد ماله؟ الواد بيضرب حقن يا أعوذ بالله يا ساتر يا رب ده الجيل بيطلع شمال ده ولا إيه؟ مش حقن بودرة يا بلبل أمال إيه؟ حاجة بركة اسمها طلق حقن الطلق بقت كيف؟ كيف إيه بس ما تقولش كيف هتخلي الكيف يزعل منك؟ دي العيال البودراجيه اللي مش لاقيين بياخدوها حقن الطلق بتاعت الولاده اللي بتحمي الطلق للنسوان اعمل ايه يا بركه الواد بيضيع مني شد عليه شويه يا اسطى انت مدلعه قوي خايف اشد عليه يا بركه يسيبني ويطفش ده دماغه جزمه قديمه ويعملها بقول لك ايه جوزه اجوزه ايه اذا كنت انا مش متجوز ايوه هيتلهي يا اسطى صدقني خصوصي لو كانت بنت صغيره كده وحلوه هتلهيه وهي بالمره تخدمكم بدل ما انتوا قاعدين لوحديكم تفتكر كده اسمع الكلام بس جرب مش هتخسر حاجه الشباب الايام دي عايز السطر صدقني
بنات الزمن ده أرحم كتير. ده لو كان بنت كنت قطعته بسناني، وهو برضه مش هرحمه بس لما يفوق. طب انا حسناك في الورشه، هلا بلبل نشرب حجرين. يلا الهم ده. بقول لك ايه، الواد ده تحبسه 3 4 ايام، البتاع ده ينشف في جسمه واقعد معاه ونكبر ابنك زمله. ماشي يا دكتور بور. ماشي ماشي يا سناء، ادعي عليا زي ما انت عايز يا سناء، اهو دعاك بيتحقق. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. ما انا بقيت طرطور في البيت، طرطور، لمبه محروقه معلقين هزينه، ماشيين على حل شعركم انت وبنتك. كنت فين يا هانم لغايه دلوقتي؟ كنت فين؟ يا اخويا احنا كنا في السوق بنشتري خضار عشان تيجي البنت تلاقي لقمه تاكلها. سوق ايه ولقمه ايه؟ ليكوا عيال تفكروا في الاكل؟ ما خلاص البيت بقى سايب، ما حدش فيه راجل يحكمه. خش خش جوه يا عيشة. مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ أول مرة أشوفك متعصب عليا بالشكل ده. أنا مزعلانة منك ولا حاجة، بس عايز أعرف في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الله، طب تعيط كفالة الشر. ايه اللي حصل يا اخويا؟ فيك ايه؟ فهمني. ابنك متصور مع بنات عيالها. ابني؟ وصوره متعلقه على الحيطان في الشوارع. شوي؟ قطع وقطعت سبته. خلاص غيره. ما بقاش شوي. شوي اللي كان لحمه حمرا وما بينامش الا بينا انا وانت. ما بقاش شوي. مش هو ده اللي انا شفته في الصوره. صوره؟ صورة ايه دي؟ اعلانات الشريط الجديد بتاع المطرب اللي صوته حلو، اللي كان بيدن في الجامع بتاع الحارة، والناس كلها تقول الله اكبر ما شاء الله ابن الاستاذ تمام صوته حلو. يا اخويا ما تشيلش في نفسك كده، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. وخرت على دماغه ودماغ ابوه، مش عارف اوري وشي للناس ازاي. ده انا جاي واخد الحاره كلها جري. يكون حد من اهل الحاره شاف الصوره. اعمل ايه يا زينب؟ قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يا اخويا العمل عمل ربنا، ما تشيلش في نفسك قوي كده واهدى شويه. خلينا كده نفكر في كل حاجه بالراحه. راحه؟ هتيجي منين الراحه؟ خلاص ما عادش فيه راحه. اروح اصلي بالناس ازاي؟ اقول لهم ايه؟ اديهم درس في التربيه والدين وانا ما عرفتش اربي ابنيكم؟ ما عرفتش اربي ابنيكم، استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا خلاص مش هروح الجامع تاني. ولو حد سالك من اهل الحاره قولوا له الاستاذ تمام عيان نايم مات. يا اخويا بعد الشر عليك، ما تقولش كده. اهدى بس انت كده ونام لك ساعه، ساعتها تقوم وتفوق وتبقى زي الفل ان شاء الله. انا هقوم احضر لك لقمه. اهدى شويه عشان خاطري. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اتفضلوا يا اولاد. بسم الله. اللي على طاري الاولاد، وين الاولاد ما ياكلوا معانا؟ اولاد مين؟ ولو في اولاد هنعرف ناكل لقمه؟ معلش يا استاذ احنا متعودين ناكل على الارض. واحنا بالكويت كلنا ناكل على الارض، ولا في احلى من الارض منها واليها يا سعاء. على رايك يا استاذ. والله فكرتني بالمرحوم يا ولاد. يو يا لما ما تصلي على النبي بقى. اللهم صل على النبي. خلاص انا سكت اهو يا بيت، كله بقى. ادخل على اللحمه كل. دي لحمه انا اللي جايبها بنفسي من عند الجزار، لحمه ولا كلمه. قول. قول لي يا استاذ. ايوه. انت اخويا عندك كم عيل؟ انا عندي ولد وبنت من زوجتي الاولانيه. ماشي. وولدين من زوجتي الثانيه. وثلاثه من زوجتي الثالثه. متزوج كم واحده؟ لا هذا اول، الحين انا متزوج بس واحده، يعني الباقي مو على ذمتي، على ذمتي زوجه واحده بس. يا اخويا ده انتوا بتتجوزوا كتير قوي. يا سعاد الزواج خير وبركه، خير ونعمه.
وانت ياما لما ابويا فكر بس يتجوز عليك واحده كنت هتذبحيه. ما انا نجدتك يا منقوص، لو كان خلف منها دلوقتي مش كان العيال وقعوا في قرابيزك وبتصرف عليهم وانت يا اخويا مش لاقي اللي يصرف عليك؟ ما خلاص بقى ياما عندنا ضيوف. وانت قاعد بقى شويه في مصر يا استاذ صالح ولا مسافر؟ لا اسافر وين؟ انا قاعد، انا حبيت مصر وحبيتكم وحبيت الحاره. لا قاعد معاكم شويه. وماله تشرف وتانس يا اخويا. الله يخليك لنا الشرف. وانت يا استاذ حفظي ايش تشتغل يعني؟ انت موظف عندك راتب ولا لا؟ يا بنت بتضحك عليا، يا بنت بتضحك على ايه؟ افتكرت حاجه كده. رد على استاذ صالح، بقول لك بتشتغل يا استاذ حفظي. بيشتغل مهندس. ماشي يا سعاد لما الراجل بس يمشي. زين قول لي سعاد ايش فيها؟ ليش تضحك؟ تاخدش بالك يا اخويا، هي اصل كده في الشتاء عايمه على طول. يا بت تعالي كملي اكلك يا بت. بس الايدي يما اكلت الحمد لله. وانت يا اخويا ما بتاكلش ليه؟ مكسوف ولا ايه؟ لا الحمد لله لاني مكسوف ولا غيره، بالعكس انا حاسس اني ببيتي. يا حفظي ايه ده الواد بلال عايز ايه؟ بيتك ها؟ تعالي يما عايزك. حاجه يا خد يا صاحبي اسود خدت الفرخه وروح. عارفين يا واد الحين يا واد واخد الفرخه ورايح على فين؟ بقول لك ايه، قول الراجل ده يقطع رجله على الحته شويه بدل ما اقطعها له. انت يا اخويا خف ايدك وهات. اوعى ايدك على الراجل. ايه يا حيط عين؟ اعوذ بالله شيختك القرف. قول يا اخويا اهلا وشفا. الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا استاذ اتفضل اغسل ايدك. اوعى. وليش تعب روحك؟ انا اروح الحمام اغسل ايدي. اصل الحمام يا اخويا مشغول شويه يعني مقلوب، فبروح اجيب لك فوطه واجي لك. الله من زمان ما قعدت القعده هذه، ومن زمان ما غسلت ايدي بالطريقه هذه. انتوا رجعتوني 25 30 سنه ورا. ومثل عمرها تعمل كده لابويا الله يرحمه. الله يرحمه. وكنت بقعد اتفرج عليهم. انتوا ناس طيبين، والحاره كلهم طيبين. شكرا. ما حدش بيسال علينا من بعد ابويا غيرك. وانا من اليوم ورايح بسال عليكم على طول ان شاء الله. انتوا ناس طيبين تستاهلون كل خير. لسه بتصب الميه. خلصت يعني. بتنشف. شكرا. الله يجعلها دايما ان شاء الله، سفره دايما. ومستعجل ليه يا اخويا؟ لسه الشاي، يلا يا بنت عليه على الشاي. لا 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 تعالي، انا ما ابي شاي، ان شاء الله مره ثانيه عاد اجيكم. تروحون معي بالسياره، نتفسح، نروح مكانات جميله، ناكل لقمه برا، ايش رايكم؟ يا ريت. بس يا بنت ان شاء الله يا اخويا. يلا مع السلامه. الله يسلمك، تفضل يا اخويا بالسلامه. مع الف سلامه. الله يسلمك. شرفت وانست. الله يخليك، مع السلامه. بسلامة الله. الله يسلمك. مع الف سلامه. يا بنت ايه ده؟ ما تشوفي حاجه تانية يا امه. شوفي ده ايه؟ ده ايه مكتوب فيها؟ ايه دي؟ مكتوب عليها سعاد. بجد يا بنت ايه؟ شوفي تليفون. تليفون يا امه، تليفون حلو قوي. الله تليفون حلو قوي يا امه. سلمت لما شفت ايه؟ لما شفت جايب الحبس. مالكيش دعوه بحبسي خالص، لو جه هيجيبك من شعري. سامعه ولا لا؟ اسالي يا بنتي. شفتي شفتي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ايه الحلاوه دي؟ يا خرابي حلوه يا بنت عليا قوي يا امه بجد حلوه. ياه وريني يا بنت حلوه قوي. هروح اقيسها يا بنت. حاجة لله حاجة لله، كل سنة وانت طيب، كتر خيرك، ألف ألف شكر. حمدك يا رب واشكر. حاجة لله يا سعادتي، حاجة لله يا سعادة البيه، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كل سنة وانت طيب، حاجة لله، حاجة لله والنبي، أنا بشقى على يتامى. كل سنة وانت طيب يا سعادة البيه، أي حاجة لله، أي حاجة، ربنا يكرمك ويستر طريقك يا رب. ربنا يخليك يا سعادة الباشا، كل سنة وانت طيب، ربنا يستر طريقك وانت ماشي، كل سنة وانت طيب. الحمد لله يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب. انت الفكه بقى
حلوين حلوين. فتحي اللي مسحت لغايه دلوقتي مش شكله تهاني مسكت فيا وقعدت تشتكي لي مر الشكوى من بنتها مطلعه عينيها ومجنناها. والله الوليه دي صعبانه عليا قوي. اعمل لك شاي؟ مش هتعلق يا سلام. ايه اللي بتقوله ده يا اخويا؟ لسه جاي من بره وشفت كل حاجه. قدرت تكرهيني في نفسي وفي عهدي. احنا مش محتاجين الفلوس للدرجات يا سناء. ولادك لسه ما ماتوش من الجوع. معاش لسه ما اتقطعش. ايوه يا اخويا ولادك بيكبروا لكن الفلوس ما بتكبرش. 300 جنيه يا فتحي في الشهر هيعملوا ايه؟ منك لله يا سعيد يا ابن نعيمه. مش كان زمان دلوقتي ال 20 جنيه دول سندنا؟ تقوم تمد ايدك للي يسوى وما يسواش. يا اخويا ما كانش في ايدي حاجه تانيه اعملها غير كده. ولا يعني كنت عاوزنا طوعك وتقف على الناس اللي بتتحرق بطاسة الطعمية عشان ياكل وشنا ويشمت فينا؟ بص يا فتحي بص بص الفلوس دي الفلوس دي يا اخويا رزق وربنا بعتهولنا. فلوس نظيفة يا فتحي طالعة لله عشان الغلابة. واحنا يا اخويا مفيش اغلب منين. بالفلوس دي يا فتحي هنقدر نقف في وشه ونربي عيالنا ونرجعهم المدارس وما نعملش حاجة غلط. وبعدين مش يمكن ربنا بيرجع لنا حقنا؟ انت بتخرفي تقولي ايه؟ اه والله يا فتحي. طب بص الخمسة جنيه دي عارفه انا واخداها من مين؟ من الواد بلبل بتاع الحشيش اللي سعيد بيشتري منه. شفت بقى ان ممكن يكون ربنا بيرجع لنا حقنا؟ انا خايف عليك يا سناء. ما تخافش عليا يا فتحي ما تخافش. ما تخافش محدش هيعرف حاجه، انا ما بعملش حاجه غلط. المهم انت بس تاخد القرشين دول وتخبيهم. بالقرشين دول يا فتحي هنقدر نعمل اللي احنا عايزينه لينا ولعيالنا. ما تخافش على مراتك. مراتك تعرف تحافظ على نفسها كويس. يا بنت ما تعمليش في نفسك كده لا تروحي فيها. ما اروح يا خالتي، ما اروح، وانا هروح فين يعني؟ ما انا هروح عند اللي خلقني ارحم الدنيا دي باللي فيها بقى. ها؟ انت جبتي القطن بكام؟ قطع القطن على اللي جابته خلاص راح لحاله ما تفكرينيش بقى. يا بنت جبتيه بكام يا حزينه؟ يوه يا خالتي ما تقلبيش عليا المواجب انا مش قادره. يا بنت انا بسالك عشان اصل انا كنت شرط عليكي قطن سكرته. لا خلاص هاتي اي قطن، اي قطن باي ثمن وخلاص. اهو ده اللي انا كنت قادره عليه، اي قطن وخلاص. طب خلاص يا حبيبتي، هي مرتبه ومخدتين والواد عبد الله ما تعمليش حسابه، ينام عليها لحد ربنا ما يفرجها. بتتكلمي جد يا خالتي؟ الله، ايوه هي مرتبه واحده ومخدتين. ويلا بقى يلا سطري العيال حمضوا ريحتهم فاحت. ربي يخليك. خدي يا اختي. ربي يخليك. لا 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 والنبي والنبي ما انت حالف عليا. لا والله لا والله والنبي ما تحلفي عليا. لا يا خالتي لا لا والله ما واخده حاجه بس بقى. يا بنت بقى بس امسكي امسكي. لا روحي سوق الجمعة هاتي مرتبة من هناك بلا فشخرة، هما بس كيسين كده وبتاع حاجات جديدة كده وخلاص. تصدقي تصدقي والله العظيم كنت عايزة أقول كده كسفت. ربي يخليك إن شاء الله ما تحرم منك، إن شاء الله ما تحرم منك يا خالتي في سبح جاه النبي يا رب. النبي يا أختي أنا عايزاكي بس تدعي لي الدعوة المظبوطة بقى. قولي يا رب يا رب نولها حجة السنة دي يا رب. يا أختي بس كده؟ ده انا ادعي لك من هنا لبكره. الهي بحق جاه النبي حبيبك المصطفى يا رب خالتي نفيسه تطلع تحج سنتي وترجع لي بألف سلامه وتدعي لي كده قدام بابك بحق جاه النبي يا رب. يا رب اقبل منها اسمع منها يا رب. شوفوا يا جماعه احنا كل يهمنا دلوقتي ابناء الدايره. اللي هم مين ابناء الدايره؟ اللي هي الناس البسيطة اللي ليها علاقة مباشرة بالناس بتوع الحارة والشارع وبأبناء الدايرة بتوعنا. على فكرة الشغل ده ليكم عليه مكافأة مقابل الوقت اللي انتوا هتقضوه عشان تعرفوا الناس البرنامج الانتخابي بتاعنا. أستاذ نشأت هيقعد معاكم وهيعرف كل واحد فيكم دوره ايه في الموضوع. تمام يا باشا. تمام؟ تمام يا باشا. حاضر. الله يخليك يا باشا. شكرا. بس أنا دوري قبل دوره عشان أنا يعني تملي
بتكلم قبله وابقى فاهم حاجات كتير بعدين الكلام. ماشي يا باشا، ماشي هو قال كده بس. شكرينا يا باشا. نشرة تبقى بلغني باخر الاوضاع. حاضر يا فندم. ماشي يا ريس. ايه دورنا بقى؟ ماشي. بالنسبه للي انت قلت عليهم قبل كده قرشين اللي كان قلل سيادتك عليهم نظامهم، ده دورك انت. موجودين ان شاء الله. اعمل دورك بقى الاول عشان احنا تدينا ادوارنا بقى ونروح نمشي. يعني تطلع لنا حتى دفعه كل حاجه. ماشي انا كل حاجه تطلع. والله انا بحبك يا ماشي. الله يخليك. وشايف ان انت ممكن بعديه تبقى حاجه ان شاء الله. هتبقى ازيك ياما. قعدوني مالك ياما، انت تعبانه ولا ايه؟ طب ياما مدام انت تعبانه جيتي ليه؟ امال الافندي فين؟ مش عارفه، خرج من بدري. لا عارفه، خلي القهوه تنفعه. قولي للعيال يطلعوا على السلم، عايزاكي في كلمتين. يلا يا بنت انت وهو امشي اطلعوا العبوا على السلم، ما تطلعوش بره الحوش. ها؟ مالك ياما وهوشتني في ايه؟ انا بقول نبيع البيت ونشوف حد يتبرع لنا بالكليه ونديله قرشين، وهالفلوس بتروح وتيجي. وابويا وافق؟ ابوك هيوافق لو سمع منك انك موافقه، هو دايما بيقول البيت ده ورث العيال. حاضر ياما هقوله. ومالك يا بنت بتقوليها من ورا قلبك كده؟ اقول لك ايه ياما، لما صبحي جه قال لكم نرفع قضيه قلتوا عليه حرامي وعايز يسرقنا، ودلوقتي البيت اللي حيلتنا عايز ابويا يبيعه، يعني اشحت انا والعيال ياما؟ لا يا اختي ما تشحتيش، استني لما نموت انا وابوكي ويورث البيت اللي هيغنيكي ده. ده بدل ما تقول اتبرع لامي بكليتي. ياما مش انا قلت لك اتبرع لك بالكليه وانت اللي رفضتي؟ اعمل لك ايه يعني؟ انت قلتيها مره واحده ما تنتهاش، وقلتيها من ورا قلبك. على العموم انا مش محتاجه لحد، ربنا يا اختي يخلي لي جوزي. فوتك بعافيه. استني ياما ياما. يا اهلا وسهلا. خالد زميل صفاء طالب ايدها. يا اهلا وسهلا، ده انت شرفتنا. الله يخليك. وانت بقى زميل صفاء في الكلية؟ ايوه في اخر سنة ان شاء الله. تفضل الشاي. شكرا. لا مؤاخذة بقى، انت بتشتغل ولا ابوك بيصرف عليك؟ والدي راجل على المعاش، والمعاش يا دوب بيكفينا، وساعات يعني اشتغل في الصيف اجيب قرشين يعني يسندوا برضه. وانت بقى عندك شقه؟ انت عارف الجواز شقه. حضرتك شقه الايجار الجديد في كل مكان. ايجار جديد؟ وانت شايف ان واحد في ظروفك كده ينفع يتجوز؟ حضرتك دي ظروف كل الشباب اللي في بلدنا. وصفاء عارفه ظروفك دي؟ ايوه عارفاها طبعا. يعني بتتقب؟ ادي الهانم اللي انا سمحت لها تدخل الكليه، ادي اللي انا كنت عامل حساب. اهدى يا اخويا، الراجل في بيتنا عيب كده. راجل مين؟ انا مش شايف رجاله. هو ده لو راجل عنده نخبه يجي لي البيت ويقول لي اللي بيعمل اختي؟ انا مش فاهم انا غلطان في ايه؟ انت هتستعمل ايه؟ اهدى يا سيدي. يعني عايز تفهمني انك عمرك ما شفتها ولا خرجت معاها؟ ولا لو عمري ما شفتها اتجوزها ليه؟ ايوه شفتها. وبعدين انت عايز تفهمني ان احنا في سنه 2010 ان في واحد راح يتجوز واحده عمره ما شافها؟ يا حلاوتك يا ابو 2010، انت جاي تحرمنا التربيه في بيتنا؟ يا استاذ اختك في كليه مشتركه وليها زمايل واصحاب بقالها اكتر من 4 سنين. زمايل جوه الكليه؟ فهمني يا مفتح، مش بره الكلية. ومين قال لك ان انا مش هطلع بره الكلية؟ تحلف على المصحف؟ تحلف؟ مش هحلف ومش عاوز اتجوز. هو ده بيتحقق معايا في قضية ولا ايه؟ على فكرة انت هتكون السبب في عقدتك. بقول لك يلا وراحت ابويا، لو انا وقفت امي لو كنت اربع بالنار. استنى يا ابني، الراجل ده في بيتنا. انت بتقول ايه برضه راجل ياما؟ استنى يا اخويا. استنى ايه حضرتك؟ واضح ان اخويا محتاجة جنبه في البيت، خليها اخيرا جنبك، خليها. خد بقى يا عم الترشاني. خد اقول لك يلا. ايه ده يا صلاح يا ابني؟
حرام عليك حرام عليك يا اخي. المرات دي في الباب ازاي؟ اهدى اهدى حرام عليك بقى. صفاء بدي يا صفاء. احلف لك على مصحف اني عمري ما عبيت. اخلصي انت كمان هتحلفي كذب؟ كلمه واحده قدام امي لو عرفت انا عارف تكلمي الواد ده هحلق لك على ولو عرفت ان دي مش بس بقى هتكون حرام في عمري. بس بقى انت فاهمه؟ بس فاهمه يا بنت؟ حاضر ابعد بقى حرام عليك. تقعد يا بنت في حته بقى. لم نفسك يا حفظي. شفت لما قال لك استاذ حفظي؟ وقال ايه؟ انا قعدت ادور في المكان كله ليكون في واحد اسمه الاستاذ حفظي. بس الراجل ده لو نجح هنعيش برنسان. غصب عن التخين هيرجع. بقول لك ايه يا ده؟ احنا عاوزين شويه عيال حمل كده نربطهم معانا في المصلحه دي. يحضروا. بقول لك ايه يا حفظي؟ ما تفتح الكتاب بتاع الراجل ده اهو نعرف حاجه برضه. شكله جامد قوي يا عم. اقرا انت بتتفرج على الصور. هو الكلام كتير يا عم. قول المختصر المفيد يا حمار. يعني عاوز ايه الراجل ده؟ بينتخب نفسه ليه؟ هيعمل ايه؟ هيخدم الناس ازاي؟ انت جايبه معاك تعليم. خد اقرا انت. خد وريني اهو. بص شوف كاتب ايه. الاهداف العامه: واحد، رفع المعاناة عن طبقات الشعب الكادحة. الكادحة دي اللي هم احنا، انا وانت يعني، فاهم؟ كادحة ايه يا عم؟ ده احنا اللي بناخد الفلوس من الكادحين. يبقى احنا جدعين. اهو كله كلام في كلام. بص احنا نقفش الفلوس وشكرا. شكرا يا معلم. يا ساتر يا واد انفسي يا واد. شنني مش كفايه رحت جبتهم لوحدي؟ ده كان قرف. بس اوعي. يلا الواد زمانه جاي عشان ياخدهم. وانت قاعد لي كده قاعد لي فسوخه. يا ساتر يا رب. حرام عليك يا لهوي. ضيعت لي مجهودي يخرب بيتك. رحت عليا تمن؟ ايوه بابا. في حاجة يا حبيبي؟ انت هتنزل يا بابا وتسيبني انا تعبان؟ يا ابني هنزل بس واروح فين؟ ما انا قاعد اهو معاك بس. مالك يا بابا؟ ايه مالي؟ خلاص لو حضرتك عاوز تنزل انزل، بس انا خايف اتعب وانت مش موجود. يا اخي احلف لك بان انا ما انا نازل، انا قاعد جنبك اهو، هروح فين بس؟ انا بقيت كويس، بس المهم تخليك جنبي. عاوز حاجة تاني؟ جرح بس كان واجعني شوية النهاردة. حاضر يا سيدي. اقوم دلوقتي اغير لك عليه واديك بس سنتي فولترين يخليك كويس جدا وتنام زي الفل. الو. ايوه دكتور. اعصابه بدات تفلت. لا 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 لا، انا شلت كل البرشام من البيت ده بقاله يومين ما بياخدش. يا رب يا دكتور. متشكر قوي يا دكتور متشكر. طب انا هقفل دلوقتي. مع السلامه. مع السلامه. حلوه وزي القمر بس ملهاش بخت. ما انت عارفه دماغها ناشفه وياما رفضت عرسان. انت هتقولي لي على ايدي يا اختي. بعدين يا اختي البنت اللي عندكم دي ما شفتهاش قبل كده هنا. انت مش فاكراها؟ لا دي البنت اللي لقيتها ليلى من 9 سنين وودتها الملجا. البنت اللي قلت لي عليها من زمان. يو شوفوا السنين جريت ازاي. شايفه ازاي؟ ليلى روحها فيها، ولولا كلام الناس والحته كانت سابتها معانا هنا وربنا. كده احسن. ما تجيبوش لنفسكم الكلام. والبنت دي ابوها وامها رموها ما بيسالوش عنها خالص. هي اللي بترمي ضناها وهي لحمه حمراء بتفكر فيها تاني؟ والمصيبه ان ليلى خايفه للبت تعرف كل حاجه، مفهماها ان ابوها مسافر وبتبعت له جوابات، والبت لا حول ولا قوه، لا ليها اب ولا ام. يا عيني يا اختي.